يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحاجة أن تطوف طواف الإفاضة والوداع في آن واحد بنية واحدة خوفا من اقتراب الحيض؟ المرأة وغيرها إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر يغني عن الوداع، إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر يغني عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهد بالبيت. نعم.